لأمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي جعله الله نفس رسول الله في آية المباهلة، وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله في الأحاديث المتواتر نقلها عنه، قال له: أنت أخي ووصي من بعدي. هذا هو الملاك للإسلام، هذا قانون الإسلام الذي يمثل الإسلام، يجسد الإسلام، هو رسول الله وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما. عقد لؤلؤ من ضمن الألوف والألوف من الأموال أو الملايين والملايين مما يوجد في بيت مال المسلمين، لا يحق لمن يتولى إدارة بيت المال أن يعطيها عارية، ولبنت قائد المسلمين ولبنت إمام المسلمين. عندما يكون هكذا، عندما يكون بيت المال في قانون الإسلام له هذا الانضباط الدقيق، حتى أن عقد لؤلؤ لا يحق لمتصدي بيت المال، لمن بيده بيت المال، أن يعيره حتى لبنت إمام المسلمين. عندما يكون هكذا لا تذهب أموال المسلمين هباء، لا تذهب أموال المسلمين تلفا. عندما يكون هكذا لا يبقى جائع في البلاد الإسلامية كما لم يكن في زمن رسول الله وزمن أمير المؤمنين. جائع يبقى على جوعته، لا يبقى فقير يبقى على فقره في حكومة رسول الله وحكومة أمير المؤمنين. عندما يكون هذا الانضباط الدقيق وهذا الضبط من أمير المؤمنين بهذه الدقة لبيت المال، هذا المال الذي في بيت المال يصرف على مصالح الإسلام والمسلمين وعلى حاجات المسلمين، فلا تبقى هناك حاجة معطلة ولا تبقى هناك مصلحة عامة أو خاصة معطلة.